دكتوراه امراض نساء واولاد جامعه القاهره ودبلوم دراسات عليا في الجراحه العامه جامعه القاهره استشاري اول امراض نساء وتوليد. هكلمكم النهارده عن الحقن المجهري. الحقن المجهري هو تكمله للاطفال الانابيب بس بطريقه ثانيه. الاطفال الانابيب زي ما قلنا في حلقه سابقه ان اطفال الانابيب بنعملها امتى؟ لما يكون الانابيب الرحم فيها اي عله او فيها اي انسداد نتيجه التهابات، نتيجه بطانه مهاجره، نتيجه حمل خارج الرحم، او نتيجه عمليات داخل الرحم قبل كده زي الزايده. ممكن يحصل التهاب في الانابيب وانسداد في الانابيب، او اي عمليه في البطن زي الورم الليفي، زي عمليات المبيض، قياس المبيض والحاجات دي ممكن تعمل التهابات وتعمل انسداد في الانابيب. فاطفال الانابيب اتكلمنا عليها الاول، اطفال الانابيب اللي هي بناخد البويضه في وقت معين بعد اكتمالها في نص الدوره، بعد مقياس، بعد متابعه بالموجات الفوق صوتيه لحد ما توصل 7.5 او 18 مللي، وندي حقن التفجير بعد 33 ساعه. المفروض بعد 36 ساعه البويضه تخرج. احنا قبل خروج البويضه بعد 33 ساعه بناخد البنك بسيط عشان نقدر نسحب البويضات خارج الجسم، ونحط عليها السائل المنوي عشان تلقحها، ونحطها في الحضانه من 3 لـ5 ايام وبعدين نرجعها للرحم. في الحقن المجهري بقى افرض كان العيل اتعملت ليه؟ عشان العقم او قله الحيوانات المنويه في الذكور في الرجل. فاذا كانت الحيويه قليله فمش هتخصب البويضه خارجيا حتى باطفال الانابيب. لو العدد مثلا 2 مليون و 3 مليون او اقل من كده اهوت، الحيوانات المنويه مش هتخصب بالبويضه. فبناخد حيوان منوي واحد ونحقنه جوه البويضه، هو ده اسمه الحقن المجهري. بنحقنه تحت المجهر عشان كده سموه اللي هو الميكروسكوب، عشان كده سموه حقن مجهري. لو حقن تحت المجهر او حقن تحت الميكروسكوب، بننقي حيوان، نحط ماده فوق الحيوانات عشان تقلل الحركه بتاعتها، عشان نقدر نختار حيوان منوي واحد يكون شكله كويس والحركه بتاعته كويسه، ونحقنه داخل البويضه. حيوان منوي واحد لكل البويضه، عشان كده هو سميناها حقن مجهري، حقن تحت المجهر. بعد كده هو بناخد النتيجه نحطها في الحضانه من 3 لـ5 ايام. بعد المده دي بنشوف الجنين اتكون ويتقسم الى عده خلايا، بنرجعه للرحم. وبعد كده هو تاخد تثبيت للرحم وادويه اللي تمنع طرد الجنين، ادويه المناعه ومسيلات للدم، عشان لازم الدم يكون فيه سيوله عشان الدم يوصل للجنين كويس. وتقعد اسبوعين وبنعمل اختبار للحمل زي برضو الاطفال الانابيب. بعد اسبوعين من العلاج نعمل اختبار للحمل في الدم عشان نبين النتيجه ايه، ويستحسن يكون اختبار رقمي عشان نشوف نسبه الحمل ايه ونسبه الهرمون قد ايه. من 5 لـ1 بيكون الحمل ده موجود، يعني نقدر نقول انها حامل لو في 5 وحدات، لو اكتر من كده بيكون احسن، ومتابعه برضو حد ما نتاكد بالحمل. بعد اسبوعين من التحليل ممكن نعمل مقاس صوتية نشوف الجنين، لكن دغري أول تأخير الدورة 2 أو 3 ده يبان بالتحليل، لكن ما يبانش بالمقاس الصوتية. لكن بعد كده هو بعد اسبوعين يبان بالمقاس الصوتية عشان نأكد الحمل ونتابعه بعد كده.